اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيفي الكابتن احمد الجزار، مدير فني فريق ناشئات تحت 13 سنه. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا بيك يا كابتن احمد. انت كنت معانا كمان ضيف استوديو التحليلي في الفترات اللي فاتت في الماتشات اللي احنا زعناها في استوديو التحليل للسيدات كره السله، فاكر طبعا؟ طبعا فاينل الدوري. كانت ايام جميله. ربنا يخليك. طيب خلينا في حوارنا نبتدي ناخد الموضوع محور محور. المحور الاول، طمنا على فرقتك. فرقتك هي يعني زي ما بيقولوا النواه الاساسيه اللي بعد سنتين ثلاثه هنلاقي منها لعيبات في الدرجه الاولى. طمنا الاخبار ايه؟ يمكن طبعا حضرتك الفرقه فيها طبعا عناصر متميزه جدا. انا الفرقه بتضم 18 لعيبه، في منهم عناصر مبشره جدا باذن الله. من يعني احنا من بنحاول نعدهم طبعا ان هم يكونوا نواه للفريق الدرجه الاولى من دلوقتي جدا. بنغرس فيهم الحته دي ان انت لازم يكون عندك هدف ان انت تبقى لعيب درجه اولى في النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي في كل البطولات. فيعني اعتقد ان في منتخبات في السن ده يا كابتن احمد، يعني كنت بيبقى صعب شويه منتخبات منطقه ممكن. ممكن يبقى منتخب مثلا تبع منطقه القاهره، منتخب منطقه الجيزه، منتخب منطقه الاسكندريه، بس يمكن لسه ما اتفعلتش قوي ان هم مثلا المنتخبات دي ممكن تلاعب بعض مثلا او حاجه. بس يمكن في تجربه سابقه قبل كده شفناها كذا مره، منتخب القاهره كان بيسافر بس السن الاكبر شويه، صحيح، ال 14 ال 16 بيسافر مثلا بطوله المانيا، بطوله المجر، بيختلط طبعا بفرق كويسه جدا يعني المنتخبات اللي بره. فاحنا بنامل طبعا من سواء منطقه القاهره او من الاتحاد المصري لكره السله ان هم يعني يفعلوا الموضوع ده بحيث ان البنات طبعا تكتسب خبرات، وده طبعا هيعود على النادي الاهلي بالنفع، واكيد هيعود كمان على المنتخب المصري. صحيح. في سن مثلا 16 سنه اللي هم بيلعبوا بطولات افريقيا يعني. صحيح. طب برضو قول لي، يعني احنا نتكلم على عشان الناس بس اللي يعني ممكن ما تبقاش متابعه قوي قطاع الناشئات طبعا بقياده الكابتن نبيل بخيت، طبعا المدرب الكبير والمدير الفني الكبير. شايف كم فريق ناشئات؟ شايف الاستعدادات فيها ايه على مستوى القطاع ككل؟ والله يا كوتش احنا بنضم طبعا المستوى القطاع بيضم من فريق 10 سنين و11 و12 و13 و14 و16 و18 سنه ناشئات. احنا بنشتغل من بدايه الموسم، بتبقى مثلا من حوالي بدايه شهر 7 1/7. طبعا الكابتن نبيل بخيت المدير قطاع الناشئات بيقعد معانا والمدير الفني طبعا الكابتن ايهاب الالفي بيقعدوا معانا ويضعوا لنا الخطه اللي احنا هنمشي عليها. بدايه مرحله الاستعداد، بدايه فتره الاعداد، بعد كده يعني الفتره اللي ما قبل المنافسات، اللي اثناء المنافسات. هم الاثنين بصراحه ما بيبخلوش على اي حد في اي معلومه خالص، سواء كابتن نبيل او كابتن ايهاب، على طول موجودين معانا، على طول بيدعمونا. حتى مدربين القطاع دايما يا كابتن هيثم احنا لنا تيم ورك مع بعض. نجاح مدرب بيبقى نجاح من الجهاز كله والقطاع كله. يعني احنا النهارده مثلا مدرب 14 سنه بيبقى عنده ماتش بنلاقي النادي كله وراه، مدرب 16 سنه عنده ماتش بيبقى لازم ان احنا موجودين وراه. حتى برضو يعني زمايلنا كمان في قطاع الولاد بيبقى برضو نفس الموضوع وبيجولنا كمان الماتشات. فسواء على المستوى الولاد والبنات احنا كله تيم ورك، كله بيتعامل مع بعض عشان طبعا بنحقق البطولات للنادي. زي ما قلت لحضرتك احنا بنبتدي فتره الاعداد، طبعا بيتم اختيار بعض الاعداد المميزات وبنستقر على القائمه. فتره الاعداد بتبتدي بقى ممكن من خلالها نبتدي برضو بالاتفاق مع كابتن نبيل ان احنا ننظم بعض المباريات الوديه اللي بتفيد برضو الفريق في الاستعداد. بعد كده بنبتدي بقى على حسب بقى ما المنافسات بالظبط وقتها بنبتدي بقى المنافسات يعني. طب انت على مستوى السن الصغير بيبقى عندك بطولات المنطقه بتتاهل من خلال الجمهوريه ولا مفيش جمهوريه؟ لا هو 13 سنه مفيش جمهوريه. مفيش جمهوريه. من اول 14 سنه لسه صغيرين. طب برضو خليني برضو نشوف على احنا يعني انا باخد معاك محور محور. اول محور الفرقه، بعد كده اتكلمت على القطاع، هتكلم شويه بره النادي الاهلي. انت شايف مسح كده داخل منطقه القاهره اكتر الانديه اللي بتهتم بقطاع الناشئات لكره السلمين؟ انا شايف بصراحه وادي دجله بيعمل طفرات فعلا. دكتور هشام محمد علي. دكتور هشام محمد علي الحقيقه رئيس الجهاز هناك عامل شغل كويس. وكمان دجله بقى كوتش، الميزه ان هو ليه فروع كتير يعني. أيوة. مثلا نادي بالزبط. دجله القطاميه، نادي دجله شيراتون، نادي دجله المعادي، برضو نادي الزهور برضو بيبقى عنده فرق ناشئين كويسه جدا. خالد حسين
كابتن خالد حسين لا انا مذاكر كويس قوي. لا مش بالظبط كده انا عنده لا ومذاكر انا الاسامي كلها مش عارف مش بالظبط صح كلام يا كوتش. والسنه دي برضو كابتن ياسر بهاء في الشمس في نادي الشمس شفت القطاع لا اختبرني في اي حاجه لا فالقطاع برضو بيبقى فيه منافسات قويه جدا لفرق يعني الشمس والزهور والاهلي الغابه اللي شاب برضو فيها ونادي الجزيره طبعا الجزيره طبعا يعني في والغابه برضو بس الغابه على المستوى الكبير ولا كمان على المستوى الناشئ؟ المستوى الكبير والله يعني عندهم فرقه مثلا درجه اولى بنات فرقه كويسه جدا في الدوري الممتاز الناشئات يعني الى حد ما برضو بيحاولوا يعني. طيب خليني اقول برضو حته ان يعني القاعده ما تبقاش عريضه شويه في البنات يعني اكيد بيقابلكم مشكله انه خلينا نقول ان الباسكت بول بالنسبه للبنات برضو لعبه عنيفه شويه مش كل مش كل البنات بتبقى عايزه تشترك فيها او طب انتوا ازاي بتقدروا تجيبوا الخامات او تكتشفوا الخامات اللي انتوا شايفينها تفيد الفريق الاول؟ احنا بيتم الاختيار طبعا عن طريق اكاديميه كره السله بقياده الكابتن طارق غنام. احنا عندنا ثلاث فروع، فرع نادي فرع الجزيره، فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد. احنا في البدايه طبعا يعني الموسم بيخلص بيبتدي يتحط التشكيل، كل فريق طبعا كل مدرب بيبقى عارف هو الفرقه بتاعته فين. بناخد الفرقه اللي صاعده وبعد كده بيتم بقى ان احنا بنروح الاكاديميه الفروع الثلاثه وبنختار افضل اللاعبين بييجوا يعيشوا معانا فتره معايشه حوالي مثلا اسبوعين او ثلاثه. وبعد كده بيتم بقى للقطاع للسن الصغير ال10 ال11 وال12 وال13 اختبارات من لجنه مكونه من السيد المدير القطاع والمدير الفني وطبعا بيبقى فيه حد من موجود مسؤول من النشاط الرياضي بيتم على اساسها اختيار اللاعبات اللي بتمثل بقى النادي الاهلي في الموسم ده على حسب بقى القايمه بيتم ساعتها اختياره. عندنا طبعا الاكاديميه بيبقى فيه عناصر مهوسه جدا وبتطلع يعني مثلا الجديد كمان يا كابتن ياسر ان هم بيعملوا في السن التجهيزي اللي هم دلوقتي 2009 بالظبط كده بيجيبوا مدرب طبعا من اولاد النادي بتشتغل بيجتهدوا جدا بيطلعوا برضو ناشئين لبطوله ال10 سنين لفرقه ال10 سنين بيساعدوا المدرب جدا طبعا بس خليني اقول في حته التمهيد دي الحقيقه عشان الحق يقال يعني هي فكره الكابتن طاهر رجب بالظبط يعني هي بدات تعمم حتى على الولاد والبنات ولكن الحقيقه احقاقا للحق يعني كابتن طاهر رجب اللي هو رئيس جهاز الناشئين في الولاد هو كان اول واحد قال ان محتاجين التجهيزي عشان لما نيجي نختار بعد كده اول فرقه ما يبقاش عندنا مشكله بالظبط. طيب خليني اسالك سؤال بالنسبه للفريق الاول للسيدات شايفنا السنه دي ازاي؟ انت كنت بتحضر معايا الاستديوهات التحليليه وكنت ضيف عزيز عليا طب انت شايف احنا السنه دي احسن ولا والمنافسين اخبارهم ايه؟ احنا السنه دي طبعا احنا الحمد لله فرقتنا يعني فرقه ما شاء الله قويه جدا يعني ممكن ناقصنا مثلا انجي لظروف الاصابه طب نور علي طلعت سمعت انها اتعورت بس اصابه خفيفه يعني خفيفة ان شاء الله وهترجع. احنا ماشيين الحمد لله بخطه ثابته كويس قوي اخر ماتش مباراه سموحه اللي احنا فزنا بيها في النادي المنافسه السنه دي طبعا حضرتك عارف ان المنافسه كل سنه بتبقى موجوده مش ما نقولش ان هي لا موجوده طبعا اهلي الجزيره هيليوبلس صيد يعني طبعا دور بقى انا اتكلمت على القاهره الاول لكن اسكندريه طبعا سبورتنج وسموحه فرقتين قويتين جدا 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 سموحه يعني خلينا نتكلم احنا السنه اللي فاتت فاينل دوري وفاينل كاس مع سبورتنج السنه دي ممكن نشوف مفاجاه يعني ممكن نشوف حد ممكن دخل اعتقد سموحه داخله كويس سموحه ايه السبب؟ ضموا لاعبات جديده حصل حاجه لا هو نفس اللعيبه بس يمكن ريكو لعيبه ريكو ومنار يمكن السنه دي هم اجهز شويه عن السنه اللي فاتت هم السنه طبعا كانوا جاهزين يمكن ريكو هي اللي كانت راجعه من رباط صليبي لكن منار كانت موجوده ريكو السنه دي ممكن تكون اجهز شويه مستعدين استعداد قوي عملوا معسكر في القاهره وجم لعبوا النادي الاهلي الحمد لله فزنا عليهم احنا كمان رحنا اسكندريه وفزنا عليهم وفي دوري مرتبط البطوله الرسميه احنا فزنا عليهم برضو فاعتقد ان سموحه السنه دي هتبقى منافس قوي للنادي الاهلي يعني. الحقيقه نادي سموحه يعني من ساعه قدوم المهندس فرج عامر في الصوره يعني يعني رئيس مجلس الاداره يعني انت بتتكلم وانا براجع الاحداث نادي سموحه الحقيقه في كل الالعاب بعد ما كان نادي اجتماعي فقط يعني نادي سموحه ده انا افتكر وانا صغير ما كانش فيه العاب خالص. بالضبط. ولكن بعد دخول المهندس فرج عامر
الموضوع اختلف خالص يعني الحقيقه، حتى في السكواش، في الـ في الـ في الطايره، في كل الباسكت، كل الالعاب، حتى كره القدم، كره القدم اه يعني يمكن ما بينافسوش على دوري، مش عايزين بطوله، ولكن حاطين دايما نفسهم في ترتيب الجدول الممتاز في النص. يعني الحقيقه يعني تحيه كبيره جدا لنادي سموحه الحقيقه، والنادي سموحه حتى برضه في الباسكت درجه اولى ولايه، كابتن اشرف توفيق. كابتن اشرف توفيق طبعا قيمه كبيره جدا طبعا في الباسكت، فاكيد ضاف لهم كتير. السنه اللي فاتت واخد ثالث كاس مصر، اعتقد السنه دي هيبقى نافس بقوه جدا على اي بطوله من الثلاثه. صحيح. فاعتقد يعني ان هم لا شغالين كويس يعني. طيب احنا معانا الكابتن ايهاب الالفي، المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات. ازيك كابتن ايهاب؟ ازيك كابتن هيثم، ربنا يخليك. طمنا بقى على الفرقه، اول ماتش جامد ليك امتى؟ اصابات نور علي طلعت طمنا عليها، يعني قول لنا الاخبار ايه؟ احنا عندنا اول ماتش يوم الاثنين اللي جاي مع نادي الجزيره، ده ماتش مهم، احنا كسبناهم على ملعبهم 10 بونت. الماتش ده بالنسبه هيبقى على ارضنا ان شاء الله يوم الاثنين، ويوم الجمعه ان شاء الله عندنا ماتش مع سموحه، ده اخر ماتش قبل الدورات المجمعه. لا الجمعه مع مين يا كابتن ايهاب؟ عندنا الاثنين اللي جاي مع الجزيره، والجمعه مع نادي سموحه. طب ده في المرتبط يا كابتن ايهاب؟ ها ده في المرتبط، ده قبل بدايه الدورات المجمعه، اخر ماتشين قبل الدورات المجمعه ان شاء الله. سموحه فين يا كابتن، عندنا ولا عندهم؟ لا سموحه، في سموحه. في سموحه. طيب احنا في المرتبط اخبارنا ايه؟ انا عارف ان احنا ماشيين اول الحمد لله. الحمد لله احنا في الكبار، الحمد لله اللي كسبنا كل المباريات. المرتبط بس خسر مباراتين، سموحه وسيد، لكن الحمد لله احنا لسه في الترتيب الاول يعني الحمد لله. طب كابتن المرتبط ينتهي امتى يا كابتن ايهاب؟ المرتبط احنا عندنا الدوره الاولانيه 14 15 16، والثانيه 21 22 23 يعني ان شاء الله يوم 23 ده اخر ماتش. 23 12 ينتهي الدوري المرتبط ان شاء الله. طب وبعد كده دوري السوبر بقى هيبتدي امتى؟ دوري السوبر اعتقد ان هو هيبتدي في شهر واحد يعني على طول، يعني بعد المرتبط ممكن يدونا اسبوعين ونبتدي السوبر ان شاء الله. السوبر بيبقى كام فرقه يا كابتن ايهاب؟ السوبر احنا الفرق 16 فرقه، هيقسموهم لمجموعتين ونلعب برضو الرايح جاي ودورات مجمعه. طيب طمني على الاصابات. الاصابات نور الحمد لله كانت اصابت في اخر مباراه، بس الحمد لله الاشعه طلعت كويسه، خدت راحه 3 ايام ونزلت النهارده التمرين، نزلت من يومين التمرين الحمد لله. عندي بس اصابه منا يحيى. خير خير منا، مالها؟ منا يحيى في عندها اصابه كده في الرباط الخارجي في ركبتها، فلسه ان شاء الله الاشعه بكره نطمن عليها ان شاء الله، ويا رب تطلع ان شاء الله ما فيش حاجه فيها سليمه ان شاء الله. طب كابتن ايهاب خريطه المنافسه السنه دي مع الفرق الثانيه انت شايف، يعني كابتن احمد الجزار معايا في الاستوديو الاول هو بيحييك. اهلا بيك يا احمد. هو يتوقع ان هتبقى المنافسه سبورتنج اهلي سموحه، شايف نفس الكلام ولا شايف رؤيه ثانيه؟ والشمس فرقه كويسه برضه ما خسرتش في الكبار لحد دلوقتي، الشمس كمان هيبقى فرقه منافسه وقويه جدا، وجزيره كمان السنه دي مختلفه وعاملين تدعيم كويس وعاملين شغل كويس بصراحه، لان هم كسبوا برضه الصيد رايح جاي وكسبوا سموحه على ارضهم وخسروا منه هناك. لا كمان الجزيره والشمس هيخش في المنافسه بقوه مع سبورتنج وسموحه. يعني 5 فرق السنه دي انت شايفهم المنافسه هتبقى شرسه غير السنه اللي فاتت؟ 5 فرق يا كابتن هيثم، اي مباراه ما تقدرش تتوقع مين يكسب فيها. طب ده انا قبل كده قلت لك ان الدوري السنه دي مختلف. صحيح. التدعيمات اللي حصلت في الفرق والانتقالات فرقت مع الانديه، بقى في عدد كبير، وبقى في الفرق مش بتعتمد على بنت او اثنين او ثلاثه زي زمان، لا بقت الفرق دلوقتي مكتمله والمنافسه بقت قويه جدا. واكيد ده بينصب في مصلحه يعني كره السله، اكيد يعني المنتخب اكيد هيبقى اقوى. اكيد طبعا المنتخبنا دلوقتي منتخب قوي جدا، وعندنا بنات بتلعب بره في الجامعات هاي سكول، لا انا يعني بقى لنا سنتين ثلاثه كابتن حسن في طفره في الباسكت بالنسبه للبنات، لا في طفره باينه يعني. طب خلينا نقول برضو الاشتراكات، انت عندك اشتراكات خارجيه، بتفكر تروح بطوله عربيه، بتفكر بتروح بطوله افريقيه، يعني عندك يعني خطه للاشتراكات الخارجيه يا كابتن ايهاب؟ السنه دي ان شاء الله باذن الله يعني لازم يبقى في مباريات دوليه ان شاء الله،
ان شاء الله يا رب بدايتها تكون في دوره البطوله العربيه، البطوله العربيه النادي الاولمبي استضافها. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله يكون موجود فيها باذن الله، دي هتبقى في الموسم اللي جاي بعد ما اخلص الدوري. دي مهمه جدا، بالاضافه ان احنا هنطلب تاني تنظيم بطوله افريقيا للسيدات عندنا، واعتقد بعد مستوى السنه اللي فاتت وان شاء الله ربنا يكملها على خير السنه دي، اعتقد ان شاء الله هناخد تنظيم بطوله افريقيا باذن الله. ان شاء الله. كابتن هابل الف المدير الفني للفريق الاول كره سله سيدات، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، اطمنا على الفرقه، عرفنا الاخبار، كل التوفيق. على فكره عايز اقول لك حاجه كابتن احمد، يعني يعني الناس شايفه في اوقات كتيره جدا ان كره مثلا السله سيدات بيبقى فيها منافسه شديده، في الماتشات بتبقى اكتر امتاعا من الاولاد كمان. طبعا الماتشات بتبقى قريبه، ايكوال ماشي على طول، ايكوال بتبقى زي ما الكابتن ايهاب قال. انا يمكن انا فعلا نسيت فرقه نادي الشمس، حد اخر السنه اللي فاتت كانوا بينافسوا، لو حضرتك تفتكر احنا كسبناهم السنه اللي فاتت فرق يعني في اخر ثانيه وكده، فهم فرقه فيها جهاز فني طبعا محترم وعندهم كذا لعيبه. مين اللي ماسك الفريق الاول سيدات؟ كابتن وائل الدياس. وائل الدياس كابتن وائل الدياس كمان هو مدرب فني المنتخب كمان. بالظبط. فاعتقد لا يعني فرقه برضو من الفرق اللي بتنافس طبعا على يعني ممكن تبقى بعيد شويه عن اي بطوله، لكن بتحاول يعني تكسب ماتش مثلا كبير، يعني قصدي تكسب الفرقه الكبيره. وعندهم يعني كمان لعيبه، ميرال اشرف من احسن اللاعبات اللي موجوده في مصر دلوقتي يعني. طبعا يعني حاولنا السنه دي نضمها بس الظروف ما بس حاجة. هي يعني شايله الفرقه بشكل كبير قوي. طبعا لا لعيبه كويسه جدا، وكانت شايله منتخب مصر اصلا. طب خلينا برضو نتكلم على نقطه ثانيه، يعني نفسنا برضو نشوفها، نفسنا نشوف سيدات الباسكت، يعني يمكن فتيات الذهب للكره الطائره دايما متواجدين في الساحه المحليه والعربيه والافريقيه بشكل كبير. حتى كابتن ايهاب انا تعمدت اساله على موضوع بطوله عربيه وبطوله افريقيه، بس هو اجابني اجابه حلوه جدا، قال لي احنا لازم الاول نشارك في البطوله العربيه، تبقى بتدي انديكيشن ان العرب بيجيبوا، حتى الفرق اللبنانيه بالذات بيجيبوا اجانب. متفق معاه طبعا. احنا ناقصنا، يمكن احنا فوزنا قبل كده بالبطوله العربيه مع كابتن طه الغنام، بس دي من سنين يعني بقالها كتير قوي، كانت في لبنان بالظبط. فاحنا ناقصنا احنا الحته دي بقى، ان احنا نشترك في البطولات العربيه والافريقيه طبعا. يعني احنا كنادي اهلي بنشترك طبعا في جميع الالعاب، بس صحيح. في الباسكت يمكن وبعد كده كنت بقى يعني فزنا السنه اللي فاتت، السنه دي سوري، ببطوله الدوري ابطال افريقيا للرجال، دي هتدي بقى يعني بوش جامد او تشجع للاداره ان احنا ممكن نشترك، وليه لا ان احنا ما نفوز يعني في البطولات. خلي بالك يعني في ميزه كمان، ده النادي الاولمبي طبعا. دي هتبقى حاجه كويسه جدا في مصر وفي اسكندريه، فاعتقد ان هي هتبقى فرصه كويسه جدا طبعا لكابتن ايهاب والفرقه ان هم يشتركوا ويحققوا نتيجه ايجابيه كمان. يعني فرقه الاولمبي عامله شغل كويس ولا هي شاركت في بطوله في بطوله عربيه؟ شاركوا في البطوله العربيه واخدوا بعض التدعيمات، مي حلوه من فريق سبورتنج واسرار وبرده سبورتنج، واعتقد سوريا برده من فرقه نادي الصيد يعني. وصلوا سيمي فاينل، لعبوا اخذوا المركز الرابع. بس ده كويس جدا يعني. طبعا خلي بالك برضو كسنه اولى مشاركه، وهم خاصه ان هم لسه طالعين من دوري الممتاز به، بس برافو عليهم الحقيقه في نادي الاولمبي. طبعا باصين يعني، بص يعني باصين يعملوا طفره في كره السله. كابتن عبده بصراحه يعني على فكره اتصلت معاه، كان قبل السفر مع كابتن عبده، كان في قبل ما يسافروا بطوله عربيه الحقيقه، وكان قال لي انه احتمال ما نسافرش، والدعم والوزاره وبتاع وبينهم الدعم وسافروا وحاربوا ورا الموضوع. لا وعملوا نتائج طيبه جدا بصراحه مع الفرقه اللبنانيه، فعملوا نتائج طيبه جدا بصراحه. هو يعني انت شايف بتتفق مع كابتن ايهاب ان المشاركه العربيه مهمه؟ هتدينا مؤشر احنا عاملين ايه كمان على المستوى الدولي؟ وانا بقول لحضرتك احنا ممكن يعني نبقى قريبين ان احنا ممكن بتدعيمات بلعيب اجنبي، يعني قصدي عامه يعني لو في تدعيمات ولاعيبه اجنبيه فاحنا ممكن نبقى بطولة افريقيا نقدر ننظمها. بطولة افريقيا لو الاهلي النادي الاهلي نظمها طبعا هتبقى فرصة كويسة. هو هتلاقي انجولا فرقها السيدات جامدة، هتلاقي السنغال، هتلاقي فرق شمال افريقيا تونس في البنات كويسين. انا بقول لك افريقيا يعني هتلاقي المنافسة برضو ممكن نقدر نقول حاجة فيها يعني ممكن أجل. يعني مثلا يعني نوصل للسيمي فاينال برضو هيبقى في حد ذاته انجاز كبير جدا. صحيح. وخلينا برضو نفكر للسادة المشاهدين انه النادي الاهلي نجح طبعا، شفنا بروتوكول اتوقع من حوالي 10 ايام
استضافه فريق كره اليد او يعني النادي الاهلي في صاله الامير عبد الله الفيصل بالمقر النادي في الجزيره، استضافه ابطال السوري كاس السوبر الافريقي لكره اليد، هيكون الاهلي والزمالك هيكون عندنا ان شاء الله في صاله النادي الاهلي، وبعديه على طول بطوله ابطال الكؤوس هيشارك فيها النادي الاهلي، وكمان بطوله ابطال الكؤوس سيدات هتكون في نفس الصاله. الحقيقه حدث مهم، ده هيكون في شهر ابريل القادم، يعني الموضوع يعني مش بعيد 5 شهور وهنلاقي الحدث الكبير المهم ده هيكون على ملعب النادي الاهلي. فطبعا الحقيقه كل ما النادي الاهلي يعني بيحقق بطولات، وشفنا السنه اللي فاتت 7 بطولات افريقيا، الحقيقه نفس الناس اتفتحت على استضافه البطولات. يمكن كابتن احمد احنا شفنا بطوله افريقيا الولاد وشفنا قد ايه كان ليها مردود كبير مع الجماهير، وكمان بس للاسف احنا ما اشتركناش السنه دي لان جاتنا في توقيت صعب. يعني السنه دي ما اشتركناش، كانت لسه بدايه سيزون، كانت لسه الفرقه ما استعدتش وكده، المنتخب واللعيبه مع المنتخب بالظبط. ف يعني المجلس اداره فضل اللي هو عدم المشاركه يعني. طب انت رايك ايه المنتخب مصر شارك في تصفيات كاس العالم؟ تصفيات كاس العالم بقت بنظام الدورات المجمعه، في دوره مجمعه اتلعبت في انجولا منذ حوالي اسبوع، سافروا يوم 21 لعبوا 23 و24 و25 لعبنا انجولا والكونغو والمغرب فزنا ماتشين وخسرنا انجولا ب4 بونت بعد يعني ماتش كنا نقدر نكسب، وكان صفاره غلط من حكم تكنيكال فاول على عمر طارق. شايف المنتخب كان متوقع ليه ده ولا لا؟ انا الحقيقه واحد من الناس ما كنتش متوقع الاداء ده يعني. ليه؟ يعني تغيير جهاز فني في وقت قليل قوي بعد رحيل طبعا الخبير الاسباني، وجود كابتن عمرو ابو خير طبعا قيمه كبيره اكيد كره السله المصريه، وكان هو ليه بصمه في وصولنا كاس العالم الاخيره. اعتقد ان انا كنت يعني كانت وجهه نظري ان المدرب الاسباني يكمل مع المنتخب الكبير، واكيد يعني كانت الوقت قليل فكان الاستفاده بالمدرب الاسباني كانت قليله. ولكن طبعا يعني خبر بقى كابتن عمرو ابو خير ومعرفته للعيب المصري ومحافظ اللعيبه وعارف امكانياتها دي اثرت امكانياتها. طبعا اثرت جدا، بس ما كانش في اعداد خالص يا كابتن، الاعداد كان قليل جدا بصراحه، مفيش ولا بمباراه راحوا يعني هو كان يعتبر ماتشات وديه لا راح المنتخب لعب 3 ماتشات في السعوديه بالظبط من حوالي شهر، وللاسف كان في بطوله في لبنان وتم الغائها عشان الدواعي الامنيه فعلا، وكان في بطوله في البرتغال وما توفر لهاش البادجت بتاعها. فالمنتخب الحقيقه عمل انجاز انا شايف بالانجاز طبعا اللي هو يوصل للمرحله دي وياخد الستيب ده، اعتقد هتبقى يعني هتساعدنا كتير جدا جدا الفتره اللي جايه في الدوره المجمعه الثانيه اللي هنا، اعتقد ان هي هتبقى في مصر وخاصه كمان في مدينه اسكندريه في صاله نادي الاتحاد السكندري على ما اعتقد يعني. بس ده كمان عايز اقول لك ان المنتخب الحقيقه يعني ودي كلمه حق، منتخب ضم لعيبه جداد كتير وبالاضافه ان في لعيبه كتير كويسين، عاصم مرعي ما جاش، عندك عندك مين من اللاعبين، الجمال بس اللي شارك من النادي الاهلي، الجمال الجمال وكان موجود طبعا رامي جنيدي اكيد قيمه خبره كبيره طبعا صحيح، وعمر طارق هيثم كمال لاعب سبورتنج، رامي كان معاهم؟ لا رامي لا ما راحش. انا بقول لك في احمد سامي جزيره، في اسماء جديده كتير اسلام سالم برضو جزيره عمرو الجندي طبعا اكيد طبعا يعني انا بقول لك بس احمد سامي الحقيقه انا شايفه طالع ما شاء الله تاتش يعني لعيب كويس قوي، ربنا يحميه من الاصابات، ربنا يحميه فعلا ان هو الاتصالات يعني يجي من نادي الاتصالات ويخش في نادي الجزيره، يخش في الفرقه ويلعب السنه اللي فاتت ويكسبوا الدوري ويجي بعدها يخش على طول منتخب مصر، فادي اكيد طبعا. عارف انا والله تاتش وود ربنا يحميه يا رب، بس انا دايما بخاف على اللعيب اللي بيطلع كده بالظبط بخاف يتصاب يعني ربنا يحميه طبعا يبقى معاه مشوار الاصابات طبعا اكيد يا رب يعني. انا يعني اداؤه حماسي كل توفيق اكيد ان شاء الله. وبرده في عندنا اللاعب المحترف او اللي بيلعب في الجامعات اسمه ايهاب امين، ايهاب امين مصاب لا ما جاش، كان مصاب فعلا وما قدرش يجي، وكمان احمد بيبو اللي هو كان في منتخب ال 17 لعب كاس عالم ده كان موجود مع المنتخب برضو اللي هو السنتر اللي هو اللي بيلعب في اسبانيا اكيد طبعا. بس خلي بالك برضو حاجه حلوه ان في المنتخب نلاقي السناتر او طوال القامه بشكل ما شاء الله جدا يعني حضرتك لو بصيت هيثم كمال عمر طارق احمد بيبو
ثلاثة ما شاء الله فوق الاثنين متر فأكيد الموضوع. وكان عبد الفضيل واحمد سامي هو يعني الاربعة نوصل اربعة بونت مع انجولا. ده كان حاجة يعني كويسة جدا. يا رب يا رب نقدر نتأهل كاس العالم ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستكمل كلامنا مع الكابتن احمد الجزار عن كرة السلة. اهلا بحضراتكم من جديد. بنستكمل حوارنا مع كابتن احمد الجزار مدير الفني لفريق الناشئات كره سله تحت 13 سنه. كابتن احنا كنا بنتكلم عن الفريق الاول بقى رجال, وتم يعني قرار غريب شويه من اتحاد السله انه تم تاجيل الدوري حتى شهر 12. كان الكلام ده يعني بسبب اعداد المنتخب, وللاسف ما تمش اعداد المنتخب. شايف ده القرار ده ازاي؟ شايف ده فادنا ولا ضرنا؟ زي ما حضرتك قلت فعلا كابتن هيثم, احنا الفتره كانت قليله جدا, فالاتحاد المصري عشان يقولوا انقاذ ما ممكن انقاذه راح مأجل الدوري عشان المنتخب ياخد فتره اعداد كويسه للتصفيه كاس العالم. انا كانت وجهه نظري ان نلعب حتى ثلاث اربع ماتشات اكنها يعني اعداد للمنتخب واعداد للمنتخب, وتقدر تبص على عناصر اكتر للفرقه للمنتخب المصري يعني. كان هيبقى افضل طبعا بكتير ان انت تأجل كل ده. حتى وصلت يا كابتن هيثم اللعيب يبقى فيه ملل. صحيح, بتتمرن بس من شهر 8 هنقول 8 مثلا بتمرن لحد شهر 12 تمرين بس. وحضرتك عارف فتره الاعداد كمان بتبقى تمرين صبح وبالليل. صحيح. طبعا هو مثلا بيبقى متواجد في النادي من هنقول مثلا 10 الصبح ل 12 الظهر مثلا, وبعد كده يرجع تاني. فاكيد طبعا الموضوع كان بالنسبه لهم ملل. صح. وفي فرقتين عملوا معسكر خارجي يعني, في سبورتنج عمل سبورتنج وسموحه سافروا صربيا. صربيا ويمكن منطقه القاهره بقى استغلت الفتره دي ان هي تقيم بطوله الدرجه الاولى لكره السله يعني. لعبوا كم مباراه يعني كم مباراه وديه لا في البطوله كانوا بيلعبوا تقريبا ماتشين في الاسبوع تقريبا. بالظبط. وكملوا كمان البطوله اللي فاتت بطوله الموسم القديم اللي لسه ما كملتش وكملوها. كانت فرصه لان كانت تعتبر اعداد بس برضو خلي بال حضرتك انت النهارده انك انا مثلا كنت بتفرج على ماتشات النادي الاهلي, بروح ماتشات النادي الاهلي الاقي مثلا حوالي 7-8 لعيبه غايبين عن الفرقه مش موجودين. منتخب المصاب او كده, فعشان كده ما كانتش تبقى يعني ما اعتقدش ان هي بس اكيد طبعا بالرغم لا انا قصدي اقول ان يعني القرار بتاجيل الدوري يمكن قرار يعني كان محتاج مراجعه, ولكن سبحان الله يعني المنتخب عدى منها. يعني المنتخب يعني شغل طبعا ده طبعا يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا بنحمد ربنا ان ده حصل. المنتخب عمل نتائج طيبه في تصفيات كاس العالم, ولكن في القرار نفسه في تاجيله كان محتاج مراجعه شويه. كان محتاج برضه عارف اللعيب انت قلت حاجه الملل. ما ينفعش اللاعب يقعد بيتمرن من ما هو بدايه الاعداد 1/7 مش معقول من 1/7 نص 12 بتمرن بس. بالظبط. وحتى ماتشات الوديه برضه مش هتبقى مستحيل يعني يعني مش هتبقى مستحيل. لكن لما نخش منافسه وماتشات وبتاع فاكيد طبعا الموضوع بيختلف تماما جدا جدا عن ان انا افضل اتمرن بس كده وخلاص. طب يعني مثلا لو قلنا عن في الدرجه الاولى يعني او الفرق الاولى الرجال, شايف المنافسه السنه دي ممكن تكون ما بين مين الفرق اللي طالعه؟ يعني شايف سموحه كابتن اشرف توفيق عامل شغل كويس جدا, شايفين عندك الاتحاد, يعني كلمني كده عن الاخبار ايه. بطوله الدوري المرتبط طبعا حضرتك زي ما حضرتك عارف ان نتائجها مرتبطه بدوري المرتبط. اذا انت ما عندكش فرقه تحت 16 سنه قويه فالامور بتبقى صعبه شويه. الاتحاد المصري لكره السله السنه دي عامل نظام مختلف شويه عن دوري يعني عن كل سنه. دوري مرتبط مقسم الفرق لاربع مجاميع, كل مجموعه بيبقى فيها اربع فرق بيلعبوا دوري دورتين مجمعتين المفروض رايح جاي, بس هم الاتحاد المصري عاملها على دورتين مجمعتين وفريق 16 سنه بيلعب معاهم. يعني بيتهيألي بعد كده بيعملوا الكروسات, بتلاقي مثلا ممكن حضرتك تلاقي المجموعه الاولى بياخد رابع المجموعه الاولى مثلا ياخد اول المجموعه الرابعه,
مغيرين النظام خالص، بيلعبوا بقى اللي هو البيست اوف 3 يعني اللي هو خروج المغلوب بقى، اللي هو ماتش على ارضي ومره ماتش بره ارضي، ولو حصل تعادل بيلعب ماتش فيصل، لا بيحتسبوا السكور شيت، سكور شيت فرق سكور، لا السكور ما بيحتسبوش ماتش فيصل يعني. فاعتقد ان المنافسه السنه دي لو حضرتك بصيت بقى، نادي اهلي طبعا اكيد بينافس، نادي الزمالك، نادي الجزيره. الزمالك عنده مشكله، عنده مشكله تحت 16 سنه، مش مشكله ده عنده كارثه. فرقته وحشه جدا وما عرفش يعمل فرقه كويسه. بالظبط. نادي الجزيره، نادي الاتحاد السكندري، احمد الجرحي مدرب فريق تحت 16 سنه قدر ان هو يفوز عليهم القاهره واسكندريه. صحيح. يعني الماتشين الماتشات الحمد لله الست ماتشات هو فاز بيهم الست ماتشات. يعني. صحيح. هتلاقي برضو حضرتك نادي سموحه بقى، انا اعتقد ان هو ده زي ما بيقولوا هو الحصان الاسود بالظبط. طبعا فرقه بقياده طبعا الكابتن القدير كابتن اشرف توفيق، فتره اعداد اكيد طبعا يعني اكيد حضرتك اتمرنت وعارف. صحيح. مع كابتن اشرف عنيف جدا، وعمل معسكر يعني صلتي بمحمد اشرف توفيق قال لي ان هو لا المعسكر كابتن اشرف استفاد منه جدا 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 والمباريات الوديه، فاعتقد ان واعتقد ان طريق النادي الاهلي هيبقى دور الثمانيه ممكن هيلاقي نادي سموحه ماتش صعب. وفرقه المرتبط كمان جامده قوي جدا، جامده جدا قوي. فرقه المرتبط بيدي الفرقه بالخمسينات فعلا، فازت على فريق نادي الزمالك 50 بونت، 50 بونت انا بقول لك القاهره وغالبا بيدي خمسينات. ضموا لعيب اخو ريم موسى لعبة نادي اهلي كانت معانا السنه اللي فاتت، كان بيلعب في الجامعات ورجع. لا ده الصغير بقى خالص كمان. صغير كان كبير ده الصغير. هو ادهم بتهيألي انضم لفرقه نادي سموحه. طبعا كان بمثابه طبعا صفقه قويه جدا بالنسبه لهم. فيعني لا اعتقد في منافسه لو النادي يعني سموحه مثلا قدر ان هو يتخطى اي فرقه كبيره هياخد بطوله، اعتقد ان هو هياخد بطوله قريب جدا من منصه التتويج يعني، ودي بحد حاجه ذاتها طبعا. صحيح. انجاز كبير جدا بيحصل طبعا. صحيح. لكابتن اشرف. صحيح. كابتن احمد الجزار مدير فني فريق ناشئات تحت 13 سنه، نورتيني وشرفتيني وشكرا جزيلا على وجودك معايا. ربنا يخليك، وانا اتشرفت بحضرتك جدا، ويمكن انا بس في النهايه عايز طبعا اهني مجلس اداره النادي الاهلي الجديد بقياده طبعا الكابتن محمود الخطيب وقائمته كامله، وبرده يعني ما نفخ يعني نفخش دور المهندس محمود طاهر الفتره اللي فاتت جدا، طبعا موجه له كل الشكر. مجلس اداره ما بخلش على النادي خالص باي حاجه، فبنقول له يعني هي دي الانتخابات ودي سنه الحياه، ونتمنى طبعا اكيد نتكاتف كلنا طبعا كابناء نادي الاهلي مع مجلس اداره الجديد، وان شاء الله باذن الله يعني تبقى دوره يعني تحقق لنا انجازات، ودايما يبقى النادي الاهلي رقم واحد في مصر والوطن العربي والوطن الافريقي ان شاء الله. كلام محترم يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك جدا يا كابتن هيثم، وانا بتشرف جدا ان انا بكون موجود مع حضرتك صدقني والله. شرف لينا يا كابتن. ربنا يخلي حضرتك، شكرا قوي. اعزائي المشاهدين انتهت ملوك الصالات اليوم، ان شاء الله ميعادنا الجمعه القادم باذن الله كل ما هو جديد في ملوك الصالات داخل النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم، نشوفكم الجمعه القادمه باذن الله.
الأهلي يواجه أنبي في الجولة 12 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت. انتظرونا وتغطية خاصة لكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. أنا الالتزام دايما بتعلم، دايما بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. بحلم بالبطولة. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار. مش لوحدي،